في صباح 15 فبراير 2013 انفجر نيزك عرضه 20 متر ووزنه 10,000 طن، واخترق الغلاف الجوي للأرض فوق سماء مدينة تشيليابينسك في سيبيريا في روسيا. النيزك دخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة 40,000 كيلو متر في الساعة. الضوء المنبعث من النيزك للحظات الأولى كان أكبر حتى من ضوء الشمس، بل والناس شافت النيزك الصغير على بعد 100 كيلو متر في مساحة واسعة من منطقة جنوب الأورال بروسيا حوالين الأرض، وفي منطقة قريبة مننا بيدور حوالي 30,000 كويكب كبير ممكن أن يهدد البشرية في أي لحظة. لكن كل الدراسات بتشير إلى أن احتمالية أن يحصل ده ضئيلة للغاية، على الأقل في الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي. العلماء بيقولوا ضئيلة، يعني قد ايه؟ وهل ممكن تكون حساباتنا خاطئة؟ وعلشان كده وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع وكالات فضاء تانية أطلقوا مهمة دارت، مسبار فضائي أرسلته ناسا علشان يصطدم بكويكب ويغير مساره. وحنشوف الحدث ده مباشرة يوم 26 سبتمبر الجاري 2022. هل هتنجح المهمة دي واللي تعتبر أول مهمة فضائية من نوعها في عصرنا الحديث؟ أهلا بكم في إنفوسفير غلاف معلوماتي. طبعا مش هوصيكم بالاشتراك في القناة، كتير من اللي بيشاهدوا القناة مش مشتركين. اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنطونيو كامارجو وبنفيلد جلين، اتنين من علماء الجيوفيزيكس، كانوا بيشتغلوا في شركة للتنقيب عن البترول. اكتشفوا قوس ضخم متماثل تحت مياه خليج المكسيك بقطر 70 كيلومتر. والمفاجأة التانية انهم اكتشفوا أقواس تانية في شبه جزيرة يوكاتان. المهم الدائرة دي قطرها 180 كيلومتر. سنين بعدها اكتشف العلماء بالتحليل والرصد والدراسات المتتالية ان المنطقة دي سقط فيها كويكب ضخم وبحجم جبل إفرست حوالي 9 كيلومتر، وخلق انفجار يعادل 100 مليون طن من مادة TNT المتفجرة، وكان سبب في انقراض الديناصورات. لو حابين نعمل حلقة على الموضوع ده اكتبوا لنا برضو في التعليقات. الساعة 9:30 صباحا في 15 فبراير 2013، وقت لما كان الناس في مدينة تشيليابينسك الروسية جنوب جبال الأورال رايحين أشغالهم، ضرب مذنب بسرعة 40 كيلومتر في الساعة ويقدر بحوالي 10,000 طن. ضرب المنطقة وأضاء السماء أكثر من إضاءة الشمس ليها، ثواني معدودة والتوهج بيزيد لحد لما المذنب تساقط في المنطقة لأشلاء متناثرة من الغبار والحصى والحجارة الصغيرة. لحسن الحظ أن السلطات الروسية قبلها بسنوات قليلة سنت قانون جديد للسيارات هناك بأنها تركب كاميرات علشان تقدر تتابع الحوادث في المنطقة. الكاميرات دي صورت لنا مئات الفيديوهات الخاصة بحادثة المذنب ده. سجلت السلطات هناك إصابة أكتر من 1500 شخص وخسائر مادية تجاوزت 100 مليون يورو. الكاميرات أظهرت أن أبواب المستودعات القوية انخلعت، وزجاج العمارات والبنايات الشاهقة تطايرت، وبعض المكاتب اتضررت. إزاز ب 100 مليون يورو، حاجة ضخمة. يمكن عايزين يصرفوا تعويضات من الناس علشان ما اكتشفتش كويكب ده وأنظرت الناس قبلها. المهم الحمد لله ما حدش مات، رغم ان كيلو مربع كامل اتضرر بسبب شظايا المذنب ده. كارثة بكل المقاييس ان مذنب صغير زي كده يعمل العمايل دي. في عام 1998 امر الكونجرس الامريكي وكالة ناسا بعمل دراسات وابحاث حوالين النيازك والمذنبات والكويكبات اللي ممكن تشكل خطورة على كوكب الأرض، وحددوا حجمها بأكتر من 150 متر وانت طالع. الكويكبات دي ممكن تشكل خطر كبير على البشرية. أي نعم العدد الأضخم والأكبر من الأجسام دي استحالة يوصل لسطح الأرض بسبب أنظمة دفاعاتنا الطبيعية في الغلاف الجوي بتاعنا واللي بيدمر الأجسام دي. لكن حادثة تشيليابينسك تخلينا نعيد حساباتنا تاني، والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، فين المراصد والتلسكوبات والرادارات الأرضية من الحادثة دي؟ ليه ما حدش رصد الكويكب قبل ما ينزل فجأة علينا؟ يا ريت تكتب لنا في التعليقات إجابتك عن السؤال ده لو عندك خلفية أو فكرة. ولو حابين نعمل حلقة مخصصة أو فيديو قصير نجاوب فيه على تقنيات رصد الكويكبات في السماء اكتب لنا في التعليقات برضو. مهمة دارت لتدمير الكويكبات الخطرة، علشان كده ناسا وشركائها أطلقوا مهمة دارت الفريدة من نوعها. في 24 نوفمبر 2021 تم إطلاق المركبة على متن صاروخ فالكون 9، والهدف هو الكويكب ديديموس وقمره ديمورفوس على بعد 11 مليون كيلومتر من الأرض.
هدف دارت هو الكويكب الثنائي ديديموس والقمر بتاعه اللي بيدور حواليه، وتعتبر مهمة دارت هي أول مهمة دفاعية كوكبية لاختبار التأثير الحركي على كويكب محتمل واللي ممكن يشكل خطورة على كوكب الأرض في المستقبل. ومن خلال تقنية الاصطدام بالكويكب ده علشان يغير مساره وينحرف عن مدار الأرض، تقنيات متنوعة لمواجهة الكويكبات الخطرة دي. إيه اللي ممكن نعمله لو اكتشفنا إن كويكب كبير بيهدد الأرض؟ التقنيات كتيرة ومتنوعة وشوفنا بعضها في الأفلام كمان، زي إننا ممكن نضرب الكويكب ده بصواريخ نووية أو نرسل ليه مركبات نووية تزرع فيه قنابل نووية تنفجر في الفضاء البعيد عننا وبكده نتخلص منه. وممكن نستخدم تقنيات التأثير الجاذبوي لمركبات فضائية ثقيلة أو جرار الجاذبية. كل دي تقنيات نظرية ومحتاجة دراسات وإمكانيات كبيرة جدا علشان يتم تنفيذها، لكن التقنية الجديدة اللي هتستخدم في دارت هي تقنية أرخص ومعدلات الأمان بتاعتها عالية جدا. لكن الكلام ده لو نجحت، هل تأثير الاصطدام بالكويكب هتكون فعالة وهتخليه يغير مساره فعلا؟ اختيار الكويكب ثنائي النظام ديديموس وقمره اللي بيدور حواليه ديمورفوس، العلماء بيعتبروه هدف مثالي للتجربة دي. من خلال بعد المسافة عن الأرض، احنا ممكن نعمل تجربة ارتطام والتجربة تعمل نتائج عكسية مثلا، بدل من ان الكويكب يبتعد عندنا يروح يقرب ونبقى كارثة، احنا صنعناها بنفسنا. لكن الهدف المختار ما كانش الكويكب الكبير على فكرة، الهدف اننا عايزين نجرب نعمل اصطدام بقمر الكويكب ده. ومش كده وبس، احنا مش عايزين الكويكب يغير مساره الطبيعي، لان مسار الكويكب ده آمن وبعيد عن الأرض، لكن الهدف هو اننا نغير مسار دوران القمر ديمورفوس عن كويكبه ديديموس. كيف تعمل دارت؟ دارت مركبة صغيرة نسبيا، بيتكون قلبها من صندوق عرضه تقريبا متر مع مصفوفتين شمسيتين بتخلي عرض المركبة لما ينفردوا كده تقريبا 12 متر. وبتستخدم دارت نظام الدفع الكهربائي من خلال تدفق الايونات المشحونة علشان تدفع المركبة في الفضاء بشكل سلس وسهل ومستمر. نانسي شابوت قائدة التنسيق الخاصة بعملية دارت في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوكنز في ميريلاند بأمريكا، قالت خلال مؤتمر صحفي الأسبوع اللي فات إن الموضوع ده مش هيتعمل مرة واحدة، وإن دي أول تجربة علشان يتم الدراسة والبناء عليها بعد كده. مهمة اصطدام دارتس بالكويكب الصغير ده صعبة جدا، وش من السهل تحديد هدف صغير قطره 160 متر في الفضاء وعلى بعد 11 مليون كيلومتر عن الأرض. لما تقرب المركبة الفضائية دارتس من الكويكب المستهدف بالاصطدام، هتساعد كاميرا عالية الدقة اسمها دراكو في تحديد دقيق للكويكب وأخذ قياسات للكويكب ده من حجمه وشكله. جهاز دراكو بيعتمد على كاميرا لوري، نسخة طبق الأصل من الكاميرا اللي كانت في مركبة نيو هورايزون الشهيرة. دارت مش هتسافر للكويكب ده لوحدها على فكرة، هيكون معاها المركبة الفضائية الصغيرة لإسيا كيوب والمتخصصة في تصوير الكويكبات والمصممة بواسطة وكالة الفضاء الإيطالية الأداة LICIRA كيوب في المركبة الإيطالية، وزنها حوالي 14 كيلو بس. كيوب سات الإيطالية الصغيرة وظيفتها مهمة جدا. قبل ما يصطدم دارت بالكويكب 26 سبتمبر الحالي، هتنشر دارت المركبة الإيطالية الصغيرة في الفضاء قبل المهمة تقريبا بعشرة أيام. المركبة الإيطالية دي هتبتعد شوية علشان تقدر تصور لنا حادث التصادم بين دارت والكويكب، علشان يكون عندنا صورة كبيرة وشاملة للتأثير بعد كده، وعلشان نستكمل دراستنا في الأرض بتحليل النتائج دي من مختلف الجهات. دراسات مهمة بعد التصادم. وكالة الفضاء الأوروبية هتشارك في مشروع الدفاع الكوكبي ضد الكويكبات دي بمهمة تانية اسمها هيرا، وهدف المهمة هيرا الأوروبية واللي هتكون في 2024 إنها توصل لنظام الكويكبات الثنائي ده ديديموس وقمره ديمورفوس في 2026 لدراسة تأثير التصادم ده. ده بيخلينا نقول إن النتائج النهائية مش هتظهر قبل 2027 على الأقل. المركبة هيرا هتعمل مسح للكويكبين دول وتعاين الحفرة الصغيرة اللي هتعملها دارت بعد أيام، وتحدد الكتلة الدقيقة للقمر ديمورفوس. نانسي شابوت كانت بتقول في مؤتمر الأسبوع اللي فات إن أحد أهم التحديات التكنولوجية الرئيسية للمهمة هو استهداف كويكب صغير في الفضاء بسرعة عالية جدا في وقت ما قدرناش فيه نصور الكويكب ده قبل كده. عارفين الكويكبات التانية اللي لم يتم استكشافها؟ ده مجموعة من الأشكال والتركيبات الداخلية وخصائص السطح ونقاط القوة، واللي بالتالي هتأثر الخصائص دي على مدى انحراف الكويكب ديمورفوس في مداره حول الكويكب ديديموس. مهمة دارت هتحاول بس تخلي القمر ديمورفوس ينحرف بمقدار 73 ثانية عن مداره. طبعا دي نتيجة ضئيلة جدا، ولكن على المسافات البعيدة هتكون مؤثرة ومهمة. في الوقت ده بتنتظر وكالة ناسا بل والعالم كله نهاية الشهر ده ونهاية مهمة دارت السابحة في
في الفضاء السحيق، وكلنا هنشوف النهاية المأساوية للمركبة دارت لما تتصدم بالكويكب. هنفرح قوي لو حصل الاصطدام علشان ده معيار النجاح. تخيل نهاية واصطدام مركبة فضائية علامة فارقة في حياتنا بعد كده على الأرض في مواجهة الاصطدامات الكوكبية. وهنكون على وعد من ناسا بصور ربع سنوية من المركبة الإيطالية كيوتسات اللي هتصور لنا الكويكب ده والقمر بتاعه لمتابعة الدراسة. كل ده هيمهد الطريق لمواجهة خطر الانقراض البشري اللي ممكن يكون على ايد نيزك او مذنب قضى قبل 26 مليون سنة على اعتى واقوى المخلوقات الارضية الديناصورات. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير، وبقى اكتب لنا في التعليقات توقعاتك للموضوع ده، هل هتصطدم المركبة دارت بالكويكب ولا لا؟ واشكر كل التعليقات الايجابية اللي كانت في الحلقة اللي فاتت، دعم كبير منكم ليا ولقناتكم انفوسفير، واللي بالمناسبة تحتاج الكثير والكثير منكم، يعد ليكم كل اسبوع فيديو علشان تستمتعوا بالعلم في انفوسفير ولا في معلوماتي. تحياتي محمد فهمي سليم، السلام عليكم.